مشاهدينا بعد هذه اللقطات الجميلة وانتقلنا فيها معاكم من صنع في قطر استوديو هناك مع الزميل خليفة إلى الحي الثقافي كتارا والواجهة البحرية فعاليات الاحتفال باليوم الوطني موجود في إحدى الفعاليات لتستقطب الكثير من الزوار. يعرفنا أكثر على هذه الفعالية واللي موجود فيها. يصير نستضيف معنا الأستاذ عبد العزيز السيد منظم الفعالية. مساك الله بالخير. الله يحييك طال عمرك. الله يسلمك أستاذ حسن. الله يعافيك. يعطيك العافية. فعال يعني إحدى الفعاليات الجميلة جدا اللي نشوف فيها إقبال كبير من الزوار. نتكلم على هذه الفعاليات يعني نشوف اللي موجودين هنا. والله يعني منذ البداية إحنا للسنة الثانية أيضا إحنا ننظم هذه الفعالية في هذا المكان على كورنيش كتارا باسم أريدو. وطبعا هي عبارة عن فعالية تراثية وفيها كثير من رواد الأعمال أيضا يعرضون منتجاتهم، وعندنا أيضا مسابقة قصيد المجد اللي هي طبعا مجارات بيت المؤسس وربعي اللي ما جاء من الدهر نايبة إلى قلت جولن ما يرون سواه. طبعا هذه القصيدة بدأوا الشعراء يجارون هذا البيت. أستاذي معلش أنا راح أقاطعك، نكمل كلامنا لكن ناخذ مشاهدينا وإحنا نشوف هذه الفعاليات. خلينا نشوف الفعاليات. كثير من الفعاليات طبعا الرسامين موجودين هنا في هذا المكان، نجد كثير من الرسامين وأيضا رسومات بهذا الشكل بفنان إبراهيم. طبعا أستاذ عبد العزيز يعني مشاهدينا نشوف هذه الصورة اللي شفنا لها انتشار كبير جدا في السوشيال ميديا. نتكلم من راعي المصور رسام هذه الصورة، خلي يجينا ناخذ شاك ناخذ معلقة ونشوف من وين استلهم هذه الصورة وليش صورها. حياك حياك فنان، حياك تفضل. السلام عليكم. كيف الحال فنان؟ انت من جمهورية السودان الشقيقة ونتشرف فيك. نتكلم على اول شيء تعرفني باسمك وليش رسمت هذه الرسمة؟ والله انا اسمي ابراهيم محمد عباس، ابراهيم عباس سوداني مقيم هنا في قطر. وهني اول شيء سمو الامير والامير الوالد والشعب القطري باليوم الوطني. ورسمت في صورة هنا بتاع سمو الامير جوا استشرف فيها المستقبل ويهني أتكلم. والصور الثانية الموجودة، نعم سيدي مصوري إذا يسمعني الفنان يتكلم على صورة سيدي سمو الأمير، تكلم عليها. رسمنا صورة سمو الأمير استشرف فيها المستقبل يعني يشوف صور لأصحاب السمو، يعني سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الله يحفظه لنا، وسمو ناب الأمير سمو الشيخ عبد الله، وسمو الأمير الوالد. شو تقول الشيخ أستاذ عبد العزيز؟ إبراهيم متخصص دائما في البورتريه، يعني في رسم الذي، وهذه طبعا هذه رموز موجودين في قطر الحمد لله سيدي سمو الأمير، والكل يفتخر بهذه الصور والكل يرسم هذه الصور الحمد لله رب العالمين. طيب مشاركة يعني الفنانين معانا هنا من دول عربية وموجودة يعني معانا، يعني هل الفنانين هذول القسم هذا سيدي سمو الأمير قطر كانوا مواطنين أو مقيمين، الكل فرحان بقطر، الكل فرحان بهذا الوطن العزيز للجميع. أنا أعتقد أن هالقطر والمواطنين كانوا مواطنين أو كانوا مقيمين، أعتقد أن فعلا شكلوا التحام ويعني وإحنا نشوفه الحين أخوي حسن، شوف أنت في هذا التجمعات اللي موجودة الحين في احتفالاتنا باليوم الوطني، رسامين فنانات، يعني نشوف الفنانة هذه، تكلمنا على هذه الفنانة. يعني هذه رسمة البيئة، رسمة التراث. احنا طبعا في هذا المكان اعتقد انه فعلا يعني نجد كثير من الرسامين اللي يشاركون كانوا مواطنين او مقيمين. كم اليوم هنا بتواجد الفنانين مواطنين ومقيمين على حد سواء الاحتفال باليوم الوطني بهذا اليوم الاعز والاغلى على قلوبنا. نكمل معاك الفعاليات، نشوف هذه الفعاليه اللي نشوف زحمه عليها كبير الاطفال، ايضا ركوب المطايه مثلا والهجن في هذا المكان. انا اعتقد ان ايضا هذه من الفعاليات اللي اجذبت ناس كثيرين وخاصه الاطفال. يعني انت تشوف هذه الفعاليه تبدا من العصر لاخر الليل والمكان ما يفضه صراحه، وداخله في عمليه التراث والماروث. يعني احنا نشكل هذه كانها قريه تراثيه فيها كثير من الماروث والتاريخ وايضا المقناص، ونجد ايضا التحف، ونجد ايضا الاشغال اليدويه والاعمال اليدويه،
ورواد الأعمال أيضا عطينا فرصة أيضا لرواد الأعمال أن يكونون في هذا المكان يعني يعرضون منتجاتهم الجديدة في اليوم الوطني. نجد كثير من الأعمال الجديدة والمنتجات الجديدة عرضت في هذه القرية. يعني ممكن نشوف الحاجات هذه صورنا هنا والحاجات القديمة اللي تمثل يعني شنو المنتجات اللي كنا نستخدمها. أيضا عندنا بعض الملبوسات القطرية. الكل هنا في يعني في هذه القرية الكل زائر صراحة، إن كانوا كبار في السن أو كانوا يعني أطفال، فنجد يعني إقبال كبير على 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 القرية. ما شاء الله، يعني نفس ما شفت قبل شوي أحدى أمهاتنا موجودة وقاعدة على الويلتشير يعني على الكرسي، المكان حتى مهيئ لذوي الاحتياجات الخاصة. وأيضا إحنا عندنا كثير من الحاجات هنا تعرض وتقدم يعني تقدم مأكولات الشعبية، الحاجات هذه كلها تقدم. عندنا لوازم المقناص، عندنا أيضا مشاركة القلايل بحكم أن أريد أيضا من راعي رسمي للقلايل، فنجد أن المشاركة أيضا ببيت شعر يعني القلايل طبعا السقارة والطيور أيضا متواجدة في هذا المكان. يعني القلايل جزء من المنظومة نفسها. أكيد وتأكيد، يعني إحنا الحين في القلايل ونشوف معنا الدكتور خالد الصليطي مدير عام الحي الثقافي كتارة. دكتور حياك، ناخذ معك لقاء. السلام عليكم، كيف الحال؟ يعطيك العافية دكتور. يعني السنة احتفالاتكم باليوم الوطني احتفالات يشاد بها وترفع لها القبعة احتراما. إقامة هذه الاحتفاليات في كتارة والسنة هذه سنة استثنائية، يعني أقيمت على مدى 9 و10 أيام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشكر كله حق تلفزيون قطر، مهم مجابلة بالتلفزيون، ولكن هم شاروا علينا وهذا شعرهم هم، بيض الله وجوههم أولا وأخيرا. المجتمع القطري يحتاج مثل هذه الفعاليات. عادة نحن نسوي فعالياتنا الدولية والمهرجانات الدولية خمسة أيام، لكن دائما الجمهور يبي زيادة ويبي أيام أطول، فارتأينا نأخذ بشور تلفزيون قطر ونمدد الفترة إلى 8 أيام أو 9 أيام على أساس نعطي مساحة أكبر للجمهور الكريم اللي ما يحالف الحظ إنه يجي اليوم يجي بكرة. والحمد لله إحنا مستمرين حتى لين نهاية اليوم الوطني اللي هو 18. إحنا عقبه إن شاء الله عندنا بعد فعاليات أكبر في اليوم 19، ونختتم إن شاء الله بالألعاب النارية إن شاء الله. دكتور خالد، ذكرت أن راح تواصلون فعالياتكم، خلينا نطلع شوي برا، نطلع من الخيمة هذه. أنتوا السنة هذه راح تكون سنة استثنائية، 9 أيام تقدمون فيها الفعاليات حق اليوم الوطني. أنا سمعت أن في أشياء جديدة راح تستوي السنة هذه، يعني مفاجآت من قبلكم أنتوا في اليوم الوطني تقصد؟ الاحتفالات بشكل عام. طبعا هناك فعاليات لأول مرة تقام في دولة قطر بالنسبة لليوم الوطني، مثل رسمة قطر خريطة قطر بالنسبة بالإضاءات في السماء بالطيارات. هذه إن شاء الله على مدى يومين إن شاء الله بيكونون يوم 17 و 18. هناك لأول مرة نعمل ألعاب نارية آخر يوم اختتام، فإن شاء الله بيكون في يوم 19. طبعا الفعاليات لا تحصى في المؤسسة، نحن مكملين لكل الجهات التي تقوم باحتفالاتها في اليوم الوطني، لكن المؤسسة العامة عادة هي محل عائلات، يعني فإحنا ارتعينا معظم الفعاليات تكون هي لها طبيعة بالعائلات ولها طبيعة يعني متداخلة وممتزجة مع الأسرة ومع الأطفال، ومثل ما أنت شايف الزحمة كيف. فإن شاء الله الفعاليات موجودة، وعقب الفعاليات على طول بيومين بندش في فعالية كبيرة جدا أيضا، فعالية مهرجان محاصيل إن شاء الله. فعالياتكم دائما مهرجاناتكم ما تنتهي دكتور خالد، يعطيكم العافية ما قصرتوا. كلمة أخيرة لمشاهدين تلفزيون قطر بخصوص فعالياتكم هنا في كتارة. أول شيء طبعا أرحب بكل الزوار المؤسسة العامة للحي الثقافي، وأتمنى من كل القطريين والمقيمين
على هذه الأرض الطيبة إنهم ما يفوتون الفعاليات ويبون عيالهم ويستنسون إن شاء الله في هالثمان أيام إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور خالد، ما قصرت، ضيفك عزيز علينا وبيض الله وجهكم. نكمل مع أستاذ عبد العزيز السيد. أستاذي أنت كلمت على هذه المحلات، يعني إحنا عطينا فرصة كبيرة لرواد الأعمال، منتجات جديدة كانت تذكاريات أو كانت أيضا أكلات مبتكرة أو كانت مثلا نوع من يعني الأمور اللي تمثل اليوم الوطني، يعني منتجات اليوم الوطني كلها، فكانت فرصة كبيرة أنهم يشاركون في هذه القرية، والحمد لله كان إقبال كبير جدا في هذه القرية، وأصبح عندنا وإحنا أيضا قدمنا كثير الحاجات من غير مقابل، يعني من غير مقابل مالي، يعني أصبحت توزيع، يعني فرحانين بهذه المناسبة صراحة. يعني إحنا نقول إن هذه المحلات اللي تقدم هذه الوجبات الشعبية تقدم ببلاش؟ مجانا نعم، الحمد لله رب العالمين، وهذا طبعا كل فرحة الجميع صراحة باليوم الوطني. شكرا لك أستاذ عبد العزيز، يعطيكم العافية، ما قصرتوا. مثل ما شفنا مشاهدينا، شفنا هذه الفعاليات الجميلة في الحي الثقافي كتارة، وهذه إحدى الفعاليات اللي تنظمها مؤسسة الحي الثقافي كتارة للزوار والجمهور. تعالوا حياكم الواجهة البحرية في الحي الثقافي كتارة، تستمتعون فعاليات الأطفال، كبار في السن، صغار، هناك طرق ممهدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وجبات ببلاش هنا في هذه الفعالية. أنا صراحة استمتعت جدا، راح أسلم أنا زملائي في الاستوديو عشان أروح ألحق لي على آخر وجبة من هذه الوجبات الشعبية الجميلة، ونرجع بالكاميرا لكم في الاستوديو.